في ذكرى مرور 100 عام على ولادته في العام 1909 احتفلت العاصمة الفرنسية بتكريم الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي بعدما ترجمت أشعاره إلى عدة لغات أجنبية في ظل ما حملته من التزام بالقضايا الوطنية ومن دعوة إلى مقاومة الاستعمار الفرنسي لبلده تونس ومن اعتزاز بالهوية القومية. وفي هذه الأمسية عرض شريط قصير يجسد إحدى قصائد الشابي الذي عرف بالشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة، وسأل بعض المشاركين ماذا كان سيقول الشابي لو عاش في هذا الزمان. شخص كما أبو القاسم الشابي حشتنا به اليوم لأنه إنسان حر وصادق ويكون ثائر على الأوضاع، لأن أوضاعنا صعبة في الوطن العربي، فهو يحرك الشعور. مجموعة من الشباب التونسي أسست فرقة جاز شابي وتليت أشعاره على موسيقاها، وقد شاركت شخصيات أدبية في الاحتفال من بينها زوجة الرئيس الجزائري الراحل بوميديان أنيسة التي ترجمت شعر الخنساء إلى الفرنسية كي يتفاعل الجمهور الفرنسي والأوروبي مع خصائص الشعر العربي. أردت أن أبين بأن المرأة العربية سواء أكان في أهد الجاهلي أو في وهي كذلك الخنساء مخضرمة في